اللي نقدر نقول انه سنه 2016 كانت وش السعد عليها وكانت سنه بتضحك لها قوي، فهي نيلي كريم اللي ابتدت بمشاركه اشتباك في مهرجان كان وخلصت بفوزه بالترشح للاوسكارز عن فئه افضل فيلم اجنبي. الفيلم صوتت له لجنه 13 متخصص بالسينما وفاز ب 8 اصوات بفارق صوتين على فيلم نوارا. لكن الخبر الثاني انه الشباك لن يكون الفيلم العربي الوحيد في الاوسكارز. ب 15 سبتمبر رح تجتمع اللجنة المختصة ببيروت لترشيح الفيلم اللبناني لجوائز الأوسكار، والخيارات صارت محصورة بين فيلمين. الأول فيلم كتير كبير زياد طلع معنا نحكي كلمتين، والثاني هو فيلم بالحلال حيواني. وهالفيلم هو الأوفر حظاً بحسب التحليلات، فهو افتتح عروضه السنة الماضية بمهرجان ساندانس الأمريكي وعمل جولة بمهرجانات كتيرة أبرزها دبي، سيدني والقاهرة. وهالرصيد رح يساعده كتير ليوصل لقائمة الشورت ليست الأمريكية اللي بتاخد المشاركة بالمهرجانات كمعيار للفوز بالجائزة. ما عدت قادرة. الخيارات بالسعودية كانت أسهل، ففيلم بركة يقابل بركة رح يمثل المملكة بدون منازع بعد ما عرض بمهرجانات مهمة مثل برلين، سيدني وتورونتو. وحشتينا. انت ثقيل وكلاسيكي وتتكلم زي جدتي. أما تونس فرشحت فيلم زهرة حلب ليكون ممثلها في التصفيات الأولية، بس المشكلة بهالفيلم اللي رح يفتتح مهرجان قرطاج السينمائي أنه لم يعرض بشكل واسع بالمهرجانات الدولية، الشيء اللي رح يشكل عائق لي في الوصول للتصفيات. وغير البلاد دي في لسه بلدان عربية تانية بتدرس ترشيح أفلامها زي بالظبط المغرب، بس الوقت ما بقاش في صالحهم لأن باب الترشيحات هيتقفل في أول أكتوبر. وإحنا بنتمنى أن تكون حدود الأفلام العربية المرشحة هالسنة كبيرة بالوصول للتصفيات النهائية مثل ما حصل السنة اللي فاتت مع ذيب. والسلام عليك يا مريم.